أعربت المؤثرة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني عن رغبتها في اتحاد الدول العربية والأوروبية، وذلك لمنع وقوع المزيد من الصراعات بالمنطقة. وفي كلمة لها خلال اجتماع الوزراء العربي الأوروبي، أضافت موغريني أنه بالرغم من اختلاف الدول في بعض القضايا، فإنها تتشارك في الرغبة في منع تكرار أي صراعات في المنطقة والعمل من أجل تقليل التوترات.